وسهلا فيكي. اهلا فيكي. انا نسيت نسيت اسالك شو اسمك. انا براءه. براءه براءه اسم حلو كتير، اول مره اسمع فيه انا. طب يا براءه، انا سمعت انه انت معاكي مواهب كتير، مش واحده. عندك اشغال يدويه متنوعه. ما شاء الله. شو عملت هاي؟ شو الادوات اللي بتستعمليها؟ بستعمل الكرتون، وبستعمل السيليكون، وبستعمل الصدف، بستعمل الشبر واللاصق الملون. وري وري اصدقائنا، وريهم. يا سلام، شبر، وايش كمان؟ لاصق ملون، وحبات صدف، وصدف وكرتون وسيليكون. يعني احنا ممكن نكتب احرفنا، احرف اسمائنا، ونحط نعبي الصدف فيه. يا سلام، بتصير لوحه حلوه. جميله. براءة، من متى بلشتي هاي الموهبه؟ انه صرت سنه ورا سنه انه بشوف المعلمات كيف بيعملوا، وبعمل بمدرسه، وبعمل كيف عملت انه مواهب هيك. كيف اكتشفتي هالموهبه فيكي؟ لما شفت انا كيف يعني انه بيعملوا البنات وهيك اشياء، حكيت خليني اعمل اشوف اجرب وهيك اشياء. عمره ما كان يزبط معي، بس ضلتني احاول وعملته، وهي عادي. هلا انت اتقنتيه صح يا مايا؟ اتقنته. اذا كنت صرتي يا علينا وانتي يلا يلا. طب كيف طورتي هاي الموهبه؟ اكيد طورتها كل يوم، كل مره بتجرب وبتعمل اشكال كتير، فصارت اكيد موهوبه فيها. ما بزبط معي بكيبه بزباله، وعادي بعمل وبعمل وبعمل لحد ما يزبط معي. يعني انت كل مره بتجربي وبتشوفي، اذا زبطت بتكملي وبتتطوري صح؟ كم وقت بياخد معي؟ تقريبا يعني انه ساعة او ساعة ونص. ساعة ونص في هذه اللوحة الحلوة؟ كلها صدف. منين جبت الصدف؟ استني مايا بدي اسألها انا اشي مهم. من وين جابت الصدف؟ الصدف بابا كان يشتغل يعني انه على الشواطئ، وبابا كان يلمه. يا سلام، البابا بيشتغل بالشواطئ وانتي هو بلمه مش انتي صح؟ يا سلام، يا ريت انا كان عندي بابا ويلم لي كل الشواطئ. شو كمان بتعملي منهم؟ انا صدف ما بعمل الا هدول، بس بعمل كمان بطاقه دعوه انه عادي بلسك عليها من برا هيك. ورجيني اياهم. واو كثير حلو، ما احلى. هاي وحده. يا سلام، رمضان. هاي كروت معايده. طب ممكن تعلمينا كيف نقدر وري. هاي وحده. وريهم وري اصدقائنا. وري يا براءة اصدقائنا الكروت. وري يا مايا، ساعديها. هاي الاول، وهذا الكرت الثاني. ما شاء الله، انت بتعمليه من ورق عادي صح ملون؟ وبتلزقيهم فوق بعض؟ لاحظوا يا مايا ان الالوان كثير متناسقه. ازرق غامق. ازرق غامق، ازرق فاتح، اخضر مع احمر وابيض. قعدتي كثير تتعلمي فيه؟ لا بس شوي، يعني انه على سنه ورا سنه كنت اخذ اشي وتعلمت. هسه بدي اعمل وحده لكم بطاقه دعوه. يا سلام، بحتاج الكرتون الملون. استني، اكتبي فيها دعوه الى بسومه لحضور ايش؟ هلا استنوا، لحضور مائده المصاص والبسكوت. بدنا كرتون ملون وكمان ورقه ملونه. كرتون ملون، ورقة ملونة. من وين بتجيبي هدول الأشياء؟ يعني ورقة غير الكرتونة؟ نشتريهم عادي من أي مكتبة، أو هاي عادي. هو قلم كمان. لاصق. بتدقق على كتير أشياء. مقص. طب ما بتخافي المقص يعني تستخدميه؟ لا عادي، هو أنا مرة تعودت عليه عادي. بس أنا بعرف إنه لما نيجي بدنا نستخدم هيك زي أشياء هدول ماما تساعدنا. لا عادي، أنا بعمل لحالي إني تعودت. كمان لا تنسي انت يا بسومة تستخدم المقص شوي. ييه، اخاف اقص جناحي. وجاي ثلاثية الابعاد لازم تكون في حماية وفي حفظ. كمان هدول، كمان هدول ورق الفوم تزيين. نعملهم الها. لشو الغرا؟ هاد لسه هسه بنشوف. هسه بنجيب ساعديها يا مايا، ساعديها. بنجيب الكرتون. شوفي هيك. بعدين بدنا نسطر عشان نقص. يعني لازم تحطيها قلبيها عليكي.
انت يا بسومة لازم تضبط هاي الاشياء. بتعرفوا انا مكانة شو بعمل؟ شو بعمل؟ كارت وبعدين برسم عليه خيمتي بكل بساطة. وبكلي وبكلي وبكلي. اتعلمت لحالك ولا امك علمتك؟ لا انا كنت اتعلم من معلمتي في المدرسة. قالت لك اه صح من معلماتها. شوي الطالب الشطور هو اللي بيتعلم. يروح يلعب بس. ننقص على الخطوط. يا سلام. شوي شوي عشان ما تقص اصبعي. شطورة شطورة براءة. زي ما قلت لكم بنكتب الى بسومة. انا بسومة انا بسومة مرحة مرحة شو مهضومة. يا مستقيم يكون خط مستقيم بالطريق الى خيمتي. يا سلام. تعرفوا يا بنات الاجواء حلوة واحنا هون بين الطبيعة وقاعدين بنعمل اشكال وفنون صح؟ صح. يا سلام. الى بسومة الى بسومة. ايوه الى بسومة. بتضلك تغلطي. شوي تركيز هسا. هون هاي هون يعني بتصير ورا يلا برا. بعدين بنعمل خط لحد ثلاث وكمان واحد كمان لحد ثلاث. بعدين كمان بنعمل خطين لحد واحد ونص كمان واحد ونص. يعني بنعمل ثلاث خطوط. ثلاثة سنتي ثلاثة سنتي ثلاثة سنتي واثنين واحد ونص. شطورة أنا شطورة. اثنين ثلاث واثنين واحد ونص بنقصهم هيك. خطين ثلاثة سنتي وخط واحد واحد ونص سنتي. خطين واحد ونص. خطين واحد ونص سنتي وخط. بسومة خط. أنا خربطت. عم تنسي قاعدة يا بسومة. مش عارفة خطوط كتير دخلت. خلص أنا مش عارفة أسوي مثلك. حتى أنا. بس أنت كيف من علمك هيك تسوي الألوان مع بعض يكونوا لابقين؟ يعني عادي انا لحالي انه لانه سهل بحط بستاذن من ماما اشوف انه صح ولا لا وهيك عادي. يا سلام. حلو. انت عم تاخدي جزء لبرا وجزء لجوا من الخطوط هاي؟ لا هي اثنين هيك واحد كبير واحد صغير. كانها صعبه هاي كثير ولا سهله؟ لا سهله سهله. ركزي فيها يا بسومة بتقدري تسويها. ركزي بسومة ركزي معاها ركزي ركزي. ايوه. عندنا اللاصق. اللاصق اوعى تلصقي جناحي. ولا خيمتي. بدنا نحط هون على الزوايا. يا سلام. نلص هيك نثبتها. ما شاء الله شاطرة كتير بصنع هاي الاشياء. هي سهلة بس بدها تركيز صح؟ صح. بس اهم اشي في كل الاشي ينكتب بسومة. أنا بسومة أنا بسومة مرحة مرحة شو مهضومة. ياسي لا تنسي تكتبي دعوة إلى مائدة بسومة. دعوة إلى مائدة بسومة الإيش المليئة بالمصاص والبسكوت والشوكولاتة. والشوكولاتة خلصنا بدنا نزينها. بدك بوكلي؟ لا خلصني معي. وثلاث الأبعاد. إجرابات يا دول. ايش هذا في الكيس؟ هدول الورق الفوم بنخرمهم بالخرامة احنا يعني عادي. او بتقصي بايدك عادي. طب ما بتخافي هيك بالخرامة تقرط اصبعك؟ لا عادي. ما هو بس بنحط الورقة هيك. ما هي كبيرة الورقة بنحطها وبنعمل عادي انه ما بتقرب علينا. يعني انت بتعملي اشكال تزيني فيها الكارت على شكل وردة صح؟ من عمر كم بتشتغلي هاي هيك؟ انا صفي رابع. اول اشياء عادي كثير سهل وصعب بنفس الوقت حسيته. لا يا بده موهبه بده موهبه. انا على مره رح اتعلمي ويكون سهل عادي. باي وقت بتحبي هيك تسوي؟
لو انا اكون فاضيه او انا او عندك مناسبه عطله وهيك اشياء عادي. وعندك مناسبه مناسبه هي رمضان المبارك والعيد مثلا صح؟ صح. ما اخذت معك كثير وقت يعني انا لما اروح على البيت واسوي يعني مش رح تاخذ معي وقت كثير؟ لا بسرعه بتعمل عادي. جميل جميل شكرا كثير لك يا براءة. انا استمتعت كثير اني تعلمت اشي جديد اليوم. رح اعمل كروت وادعيكم على مصاب. يلا ورينا وري اصدقائنا كيف صار الكرت. كرت المعايده. يا سلام اخضر وازرق شفتوا؟ سكريه وافتحيه هيك تسكر وبتكتبي هون شو بدك شو ما بدك. بدنا نكتب بسومه بسومه. شطوره شكرا كثير لك يا براءه. انا تعلمت واصدقائي تعلموا كمان صح.